ياسر سياسة ثقافية. باش تكون ثم سياسة ثقافية لازم تكون ثم رؤية ديجا ون ريفليكسيون، معناها تفكير، وهذا يطلب مجهود كبير ووقت كبير، على خاطر يظهر لي في العشرين سنة اللي فاتوا ثقافة كانت حقيقة مهمشة، بالمعنى أنه ما ثماش، ما كانش ثم عمل تأسيسي حقيقة. ما فرق بين الانيماسيون كولتوريل، انك تكون عندك مهرجانات وتجيب فنانين وتحرك تشيخ العباد، وما بين انك تاسس، يعني تخلق ريزو، تكون الناس، موسيقيين، تقنيين، منظمين، ديزادمينستراتور. يعني سي ان ترافاي دون جينيراسيون، صعيب باش نحكيو عليه في اربعه ولا خمسه جمل. وهذا العمل ما وقعش. كيف نشوف مثلا الموسيقى فقط، لي ميتيي دو لا ميوزيك، تكوين الموسيقيين، يعني هي مساله عمرها ما اخذيناها بجديه حقيقه. تكوين الموسيقيين سي اون غروس كوند افير، لي ميتيي دو لا ميوزيك، يعني الكل ما مرتبط بالموسيقى، تكوين حتى الناس اللي تنظم المهرجانات. نعرفوا اللي عندنا نقص كبير مثلا في التنظيم، في الاداره بصفه عامه، في سوفون تلقى ثم نوايا باهية وساعات حتى ثم امكانيات، ولكن في عمليه الانجاز يا دي كواك، يا بافا بوكو دو كواك. دونك سكي في كو تو جير مال، تخسر فلوس خاطر تو ان روتار، تو اوبتيان دي شوز معناها اغلى من غيرهم. يعني سي ان فاست دومين يظهر لي، و هو كيما قلت لك بون سي ان سيكتور سينيستري. شنو اللي مش مهمش في تونس؟ كل شيء مهمش. دونك هو البلاد سي تو لو بيي اللي هو فوت il est en chantier de construction même politique aujourd'hui. دونك وكذلك نعرفوا اللي ربما الثقافه ماهيش في الاولويات، لانه نعتبروا اللي لازم نعطيو الناس باش ياكلوا قبل وباش يخدموا. دونك وكأنه donc pour l'instant on peut pas encore parler de politique culturelle madame ma thamaj zed كذلك نوع من الاستقرار السياسي ودو ترافاي ا لون تيرم، خاطر السياسه الثقافيه ما تنجم تكون كان عمل على المدى البعيد، رؤيه وتبرمج. اذا احنا مازلنا توا في كومون دير دون on est dans l'urgence فهمتني. وزير يتسمى دونك عنده مهرجان بعد 3 شهور ولا 4 شهور يسمى كان عنده برمجه مي نسون با انكور. هذا يتطلب استقرار ووقت. المسألة ذولي مش مسك تقلق ولا ما تقلقش، كان تسمح نجم نقلب سؤالك، اسكو نلقى انا تفاعل جو تروف ان انتيغي دون سكي ديفوزي. بون هو بصفة عامة مش في تونس برك، حتى في دون لي ميديا دو ماس كو سوا في تونس ولا غيره، سو كون اونتون لو بلوس اون موزيك سي لا موزيك دو فاريتي. دونك لا فاريتي نيتون با بصفتها ماهيش من اهتماماتي، واهتماماتي او الشيء اللي نتجه لها في الموسيقى ماهيش نسمع على فاريتي كوم توت ان شاكان، نحل الراديو في كرهبتي ولا سي با دو مانيير فولونتير. دونك حتى في بلدان اخرى يفو الي على ريشيرش دو، انا تمشي تفتش على القناه اللي ربما تبث الشيء اللي تحبه انت ولا اللي هو موجود برا، لانه اون اي دو موز اون لا دون دي ميديا جينيراليست. قبل كان ثم اذاعه بارك ولا تلفزه بارك، ينجم الانسان يعثر في حاجه في موسيقى حتى يكتشفها. توا كوم تو سو سبيسياليز ان بو، اون اي دو موز اون لا دون دي ميديا جينيراليست. دونك لازمك تمشي تفتش على الحاجه. في تونس القنوات العامه لي ميديا
ما يعطيوكش الامكانيه باش تتعرف على انماط مثلا موسيقيه اللي ماهيش تجاريه. انترنت ولا يلعب دور هذا؟ تو مثلا أنا حتى انا كتونسي موسيقتي ما تتباعش في تونس خاطر اسطوانات واسطوانات، اما يجيو على طريق القرصنه والا يجيو ولا ياخذوهم الناس في انترنت. دونك برشا ناس يتعرفوا على الموسيقى نتاعي على رغم اللي انا تونسي يعني. على انترنت ولا يلعب الدور هذا الديموكراتيز ان كلكو سورت ان بو، ويعطي امكانيه وبرشا ناس ولات تكتشف. Oui, il faut regarder, il faut toujours relativiser parce que on a toujours peur d'avoir la grosse tête quand on lit ça. Donc on lit avec parcimonie. En même temps, en même temps, في نفس الوقت مسؤولية، لأنك وقت اللي تبدأ تحضر في عمل جديد تقول il faut pas décevoir. Donc c'est une lourde responsabilité. Oui, c'est sûr, ça m'aide, ça m'aide. C'est-à-dire c'est un dit en même temps ça c'est encourageant et ça met de la pression. C'est les deux à la fois. يعني toi اللي انت مقابل نفسك والموسيقى et donc تتفاعل مع الشيء اللي يحدث indépendamment de قطع نظر على اي على خاطر بو انا اللي بهت فيه من الاول وقت اللي بديت نعمل في الموسيقى واللي شيء اللي هكا ثرت عليه شويه هو انه حسيت انه الموسيقيين وقتها في الجيل متاعي وكانهم يحاولوا باش يعملوا الموسيقى اللي تعجب. وقت اللي انا دائما كنت نخمم اللي لازم نحاول نعمل الموسيقى اللي نحب نعملها، هذا اهم شيء. بعد تعجب ما تعجبش ان شاء الله تعجب، ولكن اهم حاجه تعمل حاجه اللي تتامن بها واللي تراها هذيك اللي ثنية اللي تحب تمشي فيها. وانا نحاول نكون وفي لك دائما لك البروبي سنتيمون هذاك. دونك بقطع النظر على دونك سي توجور ان ديفي رينوفلي، فهمتني؟ هذاك علاش هو الابداع بصفه عامه حاجه صعيبه، باسكو لانك تو كونفرونتي ا توا ميم طول طون اي tu travailles avec tes tripes et donc il faut puiser en soi حتى لين وتبدا دائما بحاجات ظريفه. سي في اغلب الاحيان تبدا بجمل قصيره ظريفه، فكره او بدو نتاع فكره، مش مازلت حتى ما ولدتش فكره، وهذيك من بعد تبني عليها بشويه بشويه. دونك يلزمك تنسى راي هذاك الكل، يلزمك تفسخه، يظهر لي يلزمك اللي عملته انت تفسخه ديجا. هذيك اصعب من كل شيء، خاطر ينجم يكون الفنان ولا المبدع يكرر نفسه زاد، مش فقط يقلد ولا شيء تعمل، لازم هو نفسه يمشي في نفس السياق، بالاخص اذا حاجه خذت نجاح. فهذاك علاش انا نحط ربما هذاك علاش يلزمني برشا وقت باش ننجز مشروع جديد، على خاطر هذه ما خممتش فيها قبل، ولكن جو ريفليشي ان بو تو. يلزمني نغسل روحي من اللي عملته قبل، يفوكو جاريف ا ايفاكوي ان فات، وكاني نبدا من نول وجديد. كانك تبدا حاجه، كانك ما عملت حتى شيء قبل، ولا كانك ما تعلمت حتى شيء قبل. بيان سور انت عندك التجربه نتاعك، ولكن يفو اريفي ا ايفاكوي. هذا اللي ساعات انا نخمم بعض الناس اللي هما دي جون كي اون بوكو دو تالون، اللي عندهم طاقات كبيره وكل شيء، وتحس اللي كانوا نجموا ويعملوا حاجات كبيره، لكن تحس ساعات اللي ما وصلوش يتخلصوا من الموروث نوعا ما، من اللي تعلموه. اسمك باش تكسب هويتك. C'est ça le plus important, c'est d'acquérir d'avoir sa propre identité. Finalement, c'est ça qui intéresse les gens à la fin. C'est que tu as فتحس اللي ثمانية ساعات عندهم طاقات كبيرة ولكن ils n'arrivent pas à avoir. ومسألة الهوية هي شيء يتجدد كذلك. خاطر في كل ابداع جديد tu es toi-même
ولكن ماكش بتولي حد اخر، ولكن يلزمك يفو اريفي اتو سوربروندر، انك تفاجئ نفسك. J'avance petit à petit en fait sur un projet. Il y a du temps pour évoluer, pour débuter عندي. Le programme هذا جديد خذ اكثر وقت من غيره. استنى سنه عاده بعد عامين ونص ثلاث سنين نعمل حضر برنامج جديد. المره هذه خذ اكثر وقت. شوف هو مساله كل مهمه حقوق التاليف يظهر لي مثلا كيف تشوف احنا اون فابا انفونتي لا بودر دو توت لي فاسون. اول حاجه نعملوها تشوفوا شنو اللي يعملوا جيراننا ولا اللي مقابليننا ولا في اوروبا ولا حقوق التاليف هما من الركائز معناها سي فون بارتي دي بيلي دو لا كرياسيون اي دو فينانسمون اي دو لا كولتور. انا ما في حتى شك، ولو في الحقيقة هو بيدو لو دوا دوتور أصبح مهدد نوعا ما في أوروبا، على خاطر كما كنت تحكي إنترنت جاب معطيات جديدة، واللي يسميهم لي ميزون دو دوا دوتور سون أون تران دو مني أون لوت، معناها قايمين بحرب ضد أنواع القرصنة جديدة اللي توجدت سوى في إنترنت. ولكن على الأقل ثم دي ميزون دو دوا دوتور اللي هما يدافعوا على حقوق الفنانين. احنا بالنسبه لتونس اولا القانون اللي تحكي عليه نتاع 2009 سوني كون لوا اي في دون لو كات فيغور اون لوا كي تي با سويفي دو ديكري دابليكاسيون او بالاخص ما يتبعوهاش سو كون ابل دي كونفونسيون كوليكتيف افيك لي زوتيليزاتور دو لا ميوزيك. خاطر مش فقط تحدد اللي انت ما تنجم تستعمل المعزوفة ولا الإبداع متاع سيدة إلا بترخيص منه، لا يلزم وقتها مش سهل، يلزم قديش الدقيقة اللي تتعدى ما بين الساعة الفلانية الفلانية اون فونكسيون دو لوديونس متاع الإذاعة، اسكو الدقيقة تسوى دينار ولا 200,000 ولا 2 ملايين. اي دونك كل تو سو سيستيم اي تو سو كومون دير سيت اورغانيزاسيون تتطلب savoir faire تطلب عمل، هذا كل مش موجود. دونك هو لوا حبر على ورق، دونك ناكون افيكاسيتي مش موجوده. شنو تسمح؟ تسمح مثلا انا اذا كان فنان واحد استعمل موسيقى نتاعي تو سا اريف بارفو ساعه ساعه اون بوبليسيتي كي توليز ما ميوزيك، دونك سا مو بيرمي تسمح لي كوميم الي با كومبليتمون انوتيل، تسمح لي دو ايفونتوالمون دو رياجير او فيو دو سيت لوا سو كو ني با، ولكن ما عندها حتى جدوى من حيث يعني pour organiser la et subvenir معناها pour payer l'auteur، ما عندها حتى جدوى منها لأنه الإذاعات ما تخلصش، المهرجانات ما تخلص، il n'y a pas de système de répartition du tout. لازم الفنانين هما أنفسهم على خاطر حتى هل les maisons de droit d'auteur مفهوم نفسه لو droit d'auteur كيفاش تخلق في الأول هو معناها انطلق من عند الفنانين ومن عند المبدعين اللي وصلوا يتفقوا مع بعضهم، وهذا اللي صعيب. يظل مازال ما ثماش وعي كافي، لانه حتى الناس اللي يحكيوا على الدوغ دوتور نو سون با فورسيمون دي زوتور، هما سون دي انتربريت. انا نقعد نتاسف برشا على خاطر ساعات نشوف انا مانيش داخل في سوق الاغنيه، دونك مانيش وجل الموسيقات نتاعي موزعه، معناها موزعه من برا، دونك جي دي دوا دوتور دون سارتان مانيير، دونك جو مو بلان با. ولكن بالنسبه للمبدعين هنا في تونس وفي العالم العربي سي فريمون سي دراماتيك كوا. تلقى ناس اللي بالاخص في سوق الاغنيه اللي يعيشوا
معناها من غنايه والملحن نتاعها نو ريكولت ريان. سي با اون فيديو دو كونسير. لا 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 مش